الله الذي جعل الصيام جنة وسبيلا ممهدا ميسرا إلى الجنة، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، على فرحتنا الكبرى وبهجتنا العظمى، على حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح سيدنا محمد وعلى الآل والصحب أجمعين، وعلى من استن بسنته مهتدى بهديهم وتخلق بخلقهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، أمنكم الله في الدنيا والآخرة. إن من الحقائق اليقينية التي نطقت بها نصوص الوحيين قرآنا وسنة حب النبي صلى الله عليه وسلم العظيم لأمته، وشواهد ذلك كثيرة في القرآن والسنة. ونكتفي بشهادة عظيمة من الحق جل جلاله في الكتاب المجيد، حيث قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد دلت الآية على أرقى صور المحبة وأصدق تجلياتها. ومن باب مبادلة الحب بالحب والمودة بالمودة والشوق بالشوق، وإن لم يصل إلى حبه وشوقه ومودته، وإن لم يكن هذا الأمر الذي سنذكره يوفي حقه أو يوازي محبته لنا، من باب الوفاء أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باب كل خير وفضل وبركة. فعن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، أي فكم أجعل لك من دعائي في دعائي من صلاة عليك؟ فقال: ما شئت. فقلت: الربع. فقال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقلت: النصف. فقال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقلت: الثلثين. فقال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال: إذن أجعل صلاتي لك كلها. فقال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا فضل من فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أيها الحبيب، يا من يريد ويا من يبتهج بالصلاة والسلام على رسول الله، اعلم علم اليقين أنه يرد عليك السلام. فقد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أيها الحبيب، لا تغفل عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الآباء والأجداد، أن آباءنا وأجدادنا المغاربة علمونا صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفننوا في ذلك، وما ذلك إلا لفرط حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تكن بخيلا، فإن من أبشع صور البخل أن يذكر الحبيب في حضرتك ولا تصلي عليه. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل، أي التصق وجهه بالتراب كناية عن الخيبة والخسران، رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي علي. لا أراك أيها الحبيب إلا من المكثرين في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن أولى الناس
برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فأكثروا أيها الأحباب، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله حتى يفرج الله همومنا ويغفر ذنوبنا ويذهب عنا هذا الهم والحزن الذي ألم بنا. فقد كان سلفنا الصالح في مثل هذه الملمات المدلهمات يكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله. فاللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.